vlog جديد رحله جديده ذكر انا في برج مدينة صفاراس بلديه الحناشه. تابعونا راح نكتشفوا بلاصه جديده في اعماق الجبال. تابعونا بركسل. او عبدو اشهر صياد في المنطقه تاعنا في مدينة صفاراس. السلام عليكم. واش اخويا عبدو؟ وينك راح تصيد؟ اللي تصيد هنا برك عطيني الفم برك. هاي فريات هاي الامور هاي الامور عم تابع تابلات حيدي. مبين هاي الامور بس نهار بدنا نجيب بلوك. الدنيا خضراء اليوم قاد الرحلة وبدر الدين اهو. شوفوا خوتي الماذا لم قالوا لنا اللي كاين شلال فوق في الراس راح نكتشفوا الشلال ذا. رانا خرجنا حوالي واحد كيلو كيلومتر على حناش. رانا رايحين تبعونا. وي أنس الولاد وسامة رايحين سوس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الطبيعة شوف. السلام عليكم كيف درك. رانا كيما قلت لكم خوتي كده رانا رحنا باش نكتشفوا بلاصة تبعنا خونا بدري جابنا البلاصة ذي الشلال. الشلال هذا يمشي مع الموسم يعني كي تكون شتاء كي يصب نو واحد يقوى الشلال. درك انا بريود تاع ربيع ونقص شويه الامطار يعني ناقص شويه. درك نهتو بالشلال وانا بلاصه في الخرجه تاع الحناش طريق بسباس اللي ما يعرفهاش طريق بسباس. او سام هذاك او عبد الله شوف خوتي مالغري يعني نقص الامطار يعني اللي ما تديمش قاعد تصب نو او ماشي يعني صفر. قال لك في الشتاء كي تكون نو مطر قوي يهبط قوي يهبط الماء قوي. برك كي عاد شوي ناقصه. ليكيب ان شاء الله يكون عجبكم فيديو من قلب الحدث والشلالات خاوتي. ما تنساوش طابونو خاوتي ابونو خاوتي وبارطاجو. او معكم بدري يقول لكم خاوتي بصحتكم لا فيديو وصحة رمضانكم خاوتي. وبدري نسانا باش يقول لكم صحة رمضان.